حياتك بالفعل شيء جميل، تبسم لتدرك معنى الحياة، وصغ بالمحبة حرفك عذبا فبالحرف يعطى الفؤاد منى. حياتك بالفعل شيء جميل، تبسم لتدرك معنى الحياة، وصغ بالمحبة حرفك عذبا فبالحرف يعطى الفؤاد منى. وبالحرف تبعث في الناس روحا وتحيي طموحا وتبني رؤى، فراقب كلامك إن الكلام إذا لمس الجرح يوما شفا. حياتك بالفعل شيء جميل، تبسم لتدرك معنى الحياة، وصغ بالمحبة حرفك عذبا فبالحرف يعطى الفؤاد منى. وإن زار قلب حزين تهادى، وإن خالط الهم يوما محا، هو الشهد سال بأفواهنا، وذلك معنى رحيق الشفا، وذلك معنى رحيق الشفا. حياتك بالفعل شيء جميل، تبسم لتدرك معنى الحياة، وصغ بالمحبة حرفك عذبا فبالحرف يعطى الفؤاد منى. شباب الهدى يا منايا العدا. مجموعة فداك قلبي وعزيزي جرافيك. www.azizig.com. تعالوا نعيد الماضي سيدا، لسنا دعاة ننير المدى، ألسنا لطاعة مددنا يدا، ألسنا دعاة ننير المدى، ألسنا لطاعة مددنا يدا، فهيا نعيد ماضيا مشرقا، فهيا نعيد ماضيا مشرقا، شباب الهدى يا منايا العدا، تعالوا نعيد ماضيا سيدا، شباب الهدى ألسنا الذين دعانا الورى، فكنا إليها كنور سرى، ألسنا الذين دعانا الورى، فكنا إليها كنور سرى، وتواجنا الدهر لما درى، فعم هدانا جميع الورى، وتواجنا الدهر لما درى، جميع الورى، فهيا نعيد ماضيا مشرقا، فهيا نعيد ماضيا. يا شباب الدين هيا للمعالي، للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال، للجلال. يا شباب الدين هيا للمعالي، اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال، للجلال. اشكي يا مولاي منها من جرالي، جرالي من ذنوب كدرت علي حالي، والله حالي. اشكي يا مولاي منها من جرالي، من ذنوب كدرت علي.